مصطفى السيسي الابن الأكبر لعبد الفتاح السيسي يحمل رتبة مقدم بهيئة الرقابة الإدارية. محمود السيسي تاني أبناء عبد الفتاح السيسي ويحمل رتبة رائد بجهاز المخابرات العامة. حسن السيسي الابن الثالث لعبد الفتاح السيسي ويعمل في إحدى أكبر شركات البترول بمصر. حسن متزوج من داليا حجازي اللي عينها والدها اللواء محمود حجازي في النيابة الإدارية. آية السيسي الابنة الوحيدة لعبد الفتاح السيسي خريجة الأكاديمية البحرية. زوج آية يبقى نجل اللواء خالد فودة اللي السيسي عينه محافظ لجنوب سيناء. محمد السيسي ابن عم عبد الفتاح السيسي اللي عينه نائب رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء للشؤون المالية. بنت عمه بقى نادية السيسي عينها سكرتيرة في مكتب وزير الكهرباء قبل ما تطلع معاش. أحمد السيسي طبيب أسنان وابن عم السيسي برضو. السيسي عينه مدير عام الشركة القابضة للكهرباء. أحمد السيسي اللي هو أخو السيسي عينه رئيس لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال. وده بقى عبد الفتاح السيسي اللي ما بيحبش الواسطة ولا المحسوبية. مش انتوا عايزين تعرفوا انا طبعا انا ما بحبش الواسطة والمحسوبية بجد.